وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. يعني بعد التحية أستاذ جمال، العلاقات المصرية الصينية يعني شهدت تطور ملحوظ منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية. أهمية هذه الزيارة لبكين حاليا والمشاركة في هذا الحفل؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالفعل العلاقات المصرية الصينية علاقات لها بعد تاريخي هام جدا، ولكن بعد عام 2014 القيادة السياسية المصرية رسمت تاريخا ومستقبلا جديدا للعلاقات المصرية الصينية. ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتحقق من قبل في العلاقات المصرية الصينية. نتحدث عن عدد كبير جدا من الزيارات الرئاسية إلى بكين، نتحدث عن هذه الزيارة رقم 7 للسيد الرئيس إلى الصين، نتحدث أيضا عن دعوة الصين لمصر في عدد من الملتقيات والمحافل الدولية الهامة. مصر كانت حاضرة في البريكس، في قمة مجموعة الـ20، أيضا في منتدى أفريقيا مع الصين، وأيضا في منتدى يعني تاريخ الحرير. كلها ملتقيات حرصت القيادة الصينية على دعوة الدولة المصرية لحضورها. وأيضا هذه الزيارة لها بعد آخر بعيدا حتى عن البعد السياسي والاقتصادي في العلاقات المصرية الصينية، له علاقة بالبعد الحضاري والثقافي وتواصل الحضارات. وإن العلاقات المصرية الصينية لها عدة روافد مختلفة لدعم هذه العلاقات، وبالتالي هي زيارة استثنائية ولها طابع خاص. بالطبع سوف يكون هناك أيضا بعيدا عن هذا البعد أو اتساقا مع هذا البعد يعني نقاشا للعلاقات الثنائية. هناك علاقات ثنائية متميزة، بنتكلم على ما يقرب من 20 مليار دولار حجم التجارة المتبادلة ما بين مصر والصين. والبارز هنا أن المعدل الخاص بالصادرات المصرية ارتفع، بنتكلم على أكثر من أو ما يقرب من 2 مليار دولار، وده مؤشر جيد جدا. نحن لم نعد فقط مستوردين، ولكن أيضا أصبحنا الآن مصدرين. أيضا الصين متواجدة في العديد من المشروعات الاستراتيجية المصرية غاية في الأهمية. نتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين، عدد من المشروعات الخاصة بالنقل على رأسها طبعا القطار الكهربائي وغيرها من المشروعات. والصين في الحقيقة استطاعت أن يعني تصبح شريكا مهما جدا في محور تنمية قناة السويس وغيرها من المشروعات. إذن هو شريك استراتيجي للدولة المصرية. وانتقلت العلاقات المصرية الصينية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نقطة جديدة، إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وبالتأكيد كلما التقى الزعمين كلما وجدت آفاق جديدة. طب أستاذ جمال، يعني بذكر هذا برنامج السيد الرئيس إلى الصين في هذه المناسبة، أيضا بيتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني على هامش هذه المناسبة، فما هي أهم الملفات التي قد تتصدر هذه القمة، خاصة يعني في ظل حرص القاهرة وبكين على تنسيق المواقف تجاه قضايا عدة دولية أو إقليمية؟ بالتأكيد الوضع الإقليمي والدولي سوف يكون حاضرا. بنتحدث عن قضايا محل اهتمام مشترك ما بين القاهرة وبكين، على رأسها طبعا قضايا لا علاقة بالشرق الأوسط، على رأسها القضية الفلسطينية، استقرار الأوضاع في العديد من نقاط الساخنة في الشرق الأوسط، أيضا القضايا الأخرى السياسية الدولية زي مثلا قضايا المتعلقة بكورونا إذا صح التعبير، لأن كورونا أصبحت أيضا لها ملف رئيسي على مستوى العالم. صحيح، بالضبط، وأصبح لها انطباع أيضا أو تأثير على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبالتالي بتكون حاضرة. ومصر والصين في الحقيقة من أولى الدول في العالم اللي ضربوا مثال لكيفية التعامل مع الأزمة والتعاون. صحيح. حتى في ظل ذروة الجائحة وكل ولا ننسى تبادل الزيارات أثناء يعني شدة الأزمة ما بين القاهرة وبكين. بالتأكيد هذا ما كنت أريد أن أشير إليه بالضبط، يعني فكرة أن العالم كله كان بيغلق الأبواب على نفسه، ولكن صحيح. القاهرة وبكين فتح تواصل. الأبواب على بعضهم البعض، وكان هناك تواصل ملحوظ وشحنات للمساعدات من القاهرة إلى بكين والعكس صحيح. وكان الأمر في الحقيقة يضرب المثل في كيفية التعاون وقت الأزمة. يكفي أن الصين وقتها قالت العبارة الشهيرة الصديق وقت الضيق، وبالفعل مصر دائما صديق للصين، وأيضا الصين دائما شريك وصديق للدولة المصرية. وأعتقد أن ملف جائحة كورونا والتعاون وأيضا تبادل الخبرات واستعراض الخبرات سوف يكون حاضرا. أيضا قضايا أخرى مهمة طبعا على رأسها التغيرات المناخية، خصوصا أن مصر سوف كوب 27 صح بالضبط، وبالتالي هذا محور أساسي في نقاشات الدولة المصرية مع مختلف
زعماء وقادة العالم، خصوصا ان مصر الان لديها مسؤولية دولية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وقضايا اخرى مختلفة طبعا والشق الاقتصادي. بالتأكيد نتواصل خلال خدماتنا الإخبارية عن أهمية هذه الزيارة واهم الملفات على هامش هذه المناسبة. استاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.